حضرتك واحد ولا اتنين؟ انا واحد. غلط. البيزك ان احنا اتنين، انا ونفسي. نفسي دي معايا ولا ضدي؟ احيانا ضدي. احيانا بتبقى ضدي، للاسف هي دايما ضدي. حضرتك احسن ولا ابو بكر؟ سيدنا ابو بكر الايمان وزن بايمان امه، كان بيقول اني بليت باربع، ابليس والدنيا ونفسي والهوى. تخيل ربنا لما جه يتكلم عن حاجه مهمه في القران سبقها بقسم، اكثر سبقها بقسمين. لما جه يتكلم عن النفس سبقها ب 11 قسم. 11 قسم قبلها، والشمس وضحاها اسمها هو القسم. ونفس وما سواها ألهمها ايه؟ فجورها وتقواها. يعني قدم الفجور على التقوى. يعني الاصل في النفس انها ايه؟ تفجر على مين؟ على صاحبها. فطول ما انت قاعده تجيلك حاجه اسمها النيجاتيف اوتوماتيك ثوتس، الافكار الاليه السلبيه التلقائيه. انك وانت قاعده دلوقتي الان على اولادك، ايه اللي حصل لهم؟ طب اخلص واكلمهم. الان على نفسك، الان على ان احنا ممكن نكون لا ما قدمناش اللي المفروض نعمله. طول الوقت عندي افكار سلبيه. واسالي اي حد قاعد سرحان، في الغالب تلتين الناس سرحان في حاجه سلبيه. اللي بتقول لك كده نفس ما تصدقهاش. الى ان قد افلح من زكاها وخاب من خاب. ان انا المها المها ازاي؟ ما امنش خالص باللي هي بتقوله لي، وابقى متاكد تماما ان كل حاجه هتحصل موجود فيها خير.